مئات الأمتار هي المسافة الفاصلة بين المواقع الأمامية للجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، وهي المسافة نفسها التي تبقى هدفا للجيش خصوصا وقد باتت مواقع الميليشيا في مرمى نيران الجيش الذي بدا أكثر ترتيبا وجاهزية. جاء الجيش الوطني والمقاومة، ها هم جاهزين لتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي لتهيئة المرحلة الثانية من الحسم العسكري. ما تبقى من جبهة كرش، مساحة واسعة في جبهة كرش بمحافظة لحج تقع تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة التي استعادت جزءا كبيرا منها خلال الأشهر الماضية بعد معارك عنيفة كبدت عناصر الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح، مضطرها لزراعة آلاف الألغام والعبوات الناسفة في عدد من طرق وممرات المنطقة والتمترس في مرتفعاتها لإعاقة أي تقدم للجيش، حيث بات في مقدمة أولوياته تحرير ما تبقى من مساحة هذه الجبهة. تعد منطقة كرش آخر نقطة من الجهة الغربية لمحافظة لحج، بينما تمثل لمحافظة تعز الجبهة الشرقية، لذلك يسهل على الميليشيا القادمة من مدينة الراهدة القريبة تعزيز مواقعها من وقت لآخر عبر الطريق الرابط بين المحافظتين. نحن نريد أن نناشد القيادة الشرعية وقيادة المنطقة الرابعة والقيادة الشرعية والتحالف العربي بأن يقوموا بتحرير ما تبقى من منطقة كرش التي ما زالت تقبع جزء منها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. أولوية تحرير هذه الجبهة المشتعلة لا تقتصر على كونها مهمة عسكرية للجيش الوطني والمقاومة فحسب، بل تمثل الهاجس الأبرز بالنسبة للنازحين للتخلص من ضنك العيش في المدارس التي تحولت إلى مساكن لهم هربا من واقع قاس فرضته حرب الميليشيات عليهم وشردتهم من مناطقهم. لذلك تبدو حياة نازحي كرش واقعة بين جحيم الحرب التي تسببت بتشريدهم وصعوبة الظروف التي يمرون بها جراء تجاهل الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية لأوضاعهم.